اكتر سؤال جدلي في تاريخ الثانويه العامه. سؤال عمل جدل في الثانويه العامه 2019. ركز معايا يا بطل وصحصح، احنا جايين لك بافكار امتحان 2019، تحديدا اهم افكار الامتحان اللي كان فيها تريكة او اللي كان فيها فكره معينه. هنديك برضو 20 ثانيه تفكر في اجابه الاربع اسئله اللي هتشوفهم ونرجع لبعض تاني. لو جيت للسؤال الاول يا بطل هتلاقي ان السؤال ده اكتر سؤال جدلي في تاريخ الثانوية العامة دون مبالغة. بالفعل ده اكتر سؤال جدلي جه في تاريخ الثانوية العامة. Liverpool's players are known to be skilled. They aid the match easily. واضح ان السؤال هنا ده تنبؤ، فبالتالي تنبؤ، فمش هينفع خالص ان انا اجيب مضارع بسيط لا يستخدم في التنبؤ، ولا هينفع ان انا اجيب مضارع مستمر اللي هو are winning لانه لا يستخدم في التنبؤ. هو يا will win يا I'm going to win. اوكي، السؤال هنا بقى، هل هذا تنبؤ قائم على دليل ولا لا؟ اصل انا لو عندي evidence، يعني انا لو عندي دليل لازم اجيب صيغه be going to، وانا لو ما عنديش دليل، لو without evidence ساعتها بجيب well. اوكي، فاللخبطه كلها حتى ما بين مدرسين كتير حصلت في 2019. هو players are known to be skilled، دي هل يعتد بيها كأفيدنس كدليل ولا لا؟ مجموعة من الناس قالت لا يعتد بها كدليل. ليه؟ لأن قالك إن سكيلد دي ماهر، والمهارة دي بيرمن، يعني المهارة دي دايمة، يعني دي صفة دايمة، وأما إن المهارة دي دايمة فبالتالي لا يعتد بها كدليل، لأن الصفات اللي مفترض بتبقى دايمة ما بيعتدش بها كدليل، فالتنبؤ معاها بياخد وقت. فريق تاني ام جاي قايل لك لا، يعني هو بيقول لي ليفربولز بلايرز ار نون تو بي سكيلد، هم شاطرين، ذا ايز ا ماتش ايزلي، هيفوزوا بالمباراه فهم شاطرين. دي طب هم اللعيبه دي اللي هي موجوده دلوقتي شاطره وبتعرف تلعب كوره، طب افرض محمد صلاح مشي من الفرقه دلوقتي، فاذا دي مش دايمه، يعني يكون ان في لعيبه ماهرين كتار في الفرقه دلوقتي ده مش شيء دايم، وما دام ده مش شيء دايم ساعتها لازم اختار بي جوينج تو. طبعا الاجابه الصحيحه وفقا لهذا السياق هو الاستنتاج الثاني اللي هو الفريق الثاني، ان بالفعل ان مهاره اللعيبه دي مش دايمه، لان اللعيب ممكن يمشي ويجي مكانه حد ثاني. فده بيتقال عليها ان في هنا present reality، يعني دي حقيقه في الحاضر قد لا تكون موجودة في المستقبل. علشان كده كانت الإجابة الصحيحة هي letter D are going to win. والدليل على كده من كتاب المدرسة إن هو قال لك إيه؟ We also use going to plus infinite form to make predictions with present reality. يعني حقيقة في الحاضر. وقام جاي يعطيني مثال شبه المثال اللي هو جابه بالظبط، وقام جاي لك ايه؟ The other team's players are very big، اللعيبة كبيرة، هنا كبيرة هنا شاطرة، يعني نفس الفكرة. It's going to be a difficult match، هتبقى مباراة صعبة. ليه؟ لأن ما تقوليش إن اللعيبة دي كبيرة ده صفة دايمة، لا مش صفة دايمة. الفرقة اللي لعيبتها كبيرة ممكن تبقى كبيرة دلوقتي، ممكن ما تبقاش كبيرة بعد كده، يعني ممكن اللعيب الكبير ده يمشي بقى. اوكي، فبالتالي دي مش صفه دايمه، مش احمد طويل يلعب سله فاجيب ويل مثلا. فبالتالي كانت الاجابه الصحيحه are going to win، ولكن نظرا للجدل
اللي حصل في سنة 2019 على الجملة دي وخناقات كتير حصلت على السوشيال ميديا، تم تعديل نموذج الإجابة وبقت الإجابة الصحيحة لهذه الجملة إجابتين، اللي عملها are going to win تمام مشيت، واللي عملها will win برضو تمام، الوزارة اديت له الدرجة بتاعت السؤال. عرضنا السؤال ليه؟ من باب ان ده سؤال ثانوية عامة سابق، ومن باب التأكيد ان انت لو عندك تنبؤ قائم على واقع حالي، على حقيقة حالية، الحقيقة دي ممكن تتغير في المستقبل، ساعتها يبقى انت عندك تنبؤ بدليل، فالإجابة الصح بتاعتك تبقى be going to. نظرا لحالة الجدل اللي حصلت، الوزارة عدلت في نموذج الإجابة وخلت الإجابتين صح، سواء are going to win سواء will win. ده بالنسبة للفكرة الأولى. الفكرة الثانية بقى، وده سؤال مهم جدا ممكن انت تتلخبط فيه بكل سهولة، لان بالفعل قد تضطرب، هو عايز حالة شرطية اولى ولا عايز حالة صفرية؟ هو بيقول لي if you are a well organized person، انا لو شخص مرتب، you a your time هتعمل ايه في وقتك، فانت are ده في present مضارع، فاكيد manage غلط would manage غلط، هو يا اما manage يا اما will manage، يا اما تبقى حالة صفرية يا اما الحالة هنا تبقى حالة اولى. تبقى حالة صفرية ببساطة شديدة لو انا عندي حقيقة، ده شيء حقيقي او ان دي عادة، تبقى حالة اولى لو دي احتمال. اما وان انا بقولك if you are، يبقى انا ما بعبرش عن عادة ليا، يعني لا، ده هنا في احتمال ليك انت، بتنبأ لك انت، انت لو انت منظم فبالتالي انت هتدير وقتك بشكل جيد، يبقى هذه ليست حقيقة، هذا مجرد احتمال، بالتالي ما ينفعش اجيب مضارع بسيط، وهتبقى الاجابة الصحيحة المنطقية وفقا لهذا السياق هي will manage. عشان كده قال لي ان احنا بنستخدم الزيرو conditional، ده من كتاب المدرسة مش من عندي، ده من كتاب المدرسة if a when، ومعها present simple to talk about facts، اتكلم عن حقائق، كمان اتكلم عن اشياء دايما صحيحة، زي if when you heat water، لما بتسخن المية it boils، الاثنين في present simple. if a when I read in bed، لما بقى على السرير I fall asleep، it's a habit، دي عادة، فلما يبقى في حقيقة يبقى في عادة، بستخدم الحالة الشرطية الصفرية. انما انا بستخدم الفيرست كونديشنال اللي هي اف ومضارع بسيط، الناحية التانية ويل او مي او كان والمصدر، عشان اتكلم عن events that we think are probable or possible، احداث ممكنة، فانت لو منظم هتنظم وقتك، ده حدث ممكن. if the bus arrives late again I'll phone my mother، فطبعا الجملة دي تندرج تحت بند استخدام الحالة الشرطية الاولى، مضارع بسيط ويل والمصدر. جميل جدا، مش عارف بقى انت لحد دلوقتي جبت كام جملة صح من الاثنين. نيجي بقى للجملة التالتة، عادل he made it himself، he made it himself يعني فعله بنفسه، ما دام فعله بنفسه يبقى انت هنا ما ينفعش انك تستخدم causative، ما ينفعش، مش هينفع، يعني has his dinner cooked، الجملة اللي اختيار letter C ده grammatical صحيح، من ناحية الجرامر صحيح، ده لو في حد طبخ له العشاء بتاعه تمام، لو حد تعمله له يبقى الجملة تبقى منضبطة، بس بقول له عامله لوحده، يبقى انا ما ينفعش ان انا استخدم causative اطلاقا. طب has his dinner been cooked، اصلا الجملة دي grammatical غلط، ما ينفعش يكون في بان، حتى لو انا في سببية ما ينفعش يكون في بان. طيب cooks his dinner غلط برضه، ليه؟ لان ما فيش توافق، هو بيقول لي made، فmade ده فين؟ في الباست، اوكي، فبالتالي الاجابه الصحيحه هي letter B cooked his dinner، هو طبخ عشاءه لان هو عمله بنفسه، he made it himself. انما لو his mother made it، لو مامته اللي كانت عملته له، الجمله دي تبقى صح، يعني انا اقول عادل has his dinner cooked، بس مش هتبقى بقى has، هتبقى had، ليه؟ لان انا في الماضي، انا في الماضي، فهتبقى التكملة his mother والدته made it،
والدته هي اللي عملت له العشاء يعني. اوكي، اما وان الحاله دي مش موجوده، اما وان عادل هو اللي عمل الكلام ده لنفسه، فبالتالي كانت الاجابه الصحيحه المنطقيه وفقا لهذا السياق هي letter B. لان احنا قلنا ان الكوزيتيف بنستخدمها لما تحب تعبر ان انت بتخلي شخص او بتقنع شخص ان هو يعمل لك حاجه مش انت تعملها بنفسك. لو انت بتعملها بنفسك الصيغه دي اسمها صيغه اكتف، يعني صيغه معلوم، يعني انا عارف الفاعل ان هو عمل فعل معين. اوكي، هنا بقى بيقول لي مها will wait for her husband. مها هتنتظر زوجها. She has forgotten her key. نسيت المفتاح. She have brought it. طب هي بيقول لي مها هتنتظر زوجها. هي نسيت المفتاح. هي ايه تجيبه؟ كتير مننا في هذا السؤال بيتلخبط ويقول لك هي كانت لازم تجيب المفتاح بتاعها، كان لازم. فيقول لي انا اختار must، اقول لك غلط. must دي بتستخدم when you are sure، لما انت تبقى متاكد ان الشيء حصل. فانت لو قلت she must have brought it هيبقى معناها اكيد جابت المفتاح، وهذا الامر غير متحقق في ذلك السياق اطلاقا. يا عم ده بقول لك نسيته، يبقى جابته ازاي؟ فبالتالي هنا مفيش احتمال، فمش هتنفع مي ولا مايت، فبالتالي هتبقى الاجابه letter B. she should have brought it. يعني ايه؟ هي كان لازم ان هي تجيب المفتاح ولكن هذا الامر لم يحدث. يبقى انت بتستخدم should have وتصريف ثالث لما يكون في blame، يكون في regret، ندم ولوم. ما ينفعش تقول لي كان لازم must، لا كان لازم مش must. must دي معناها اكيد، كان لازم يعني should. وده بناء على كتاب المدرسه برضه، ان انا بستخدم should والمصدر في حاله النصيحه. بستخدم should have بقى وتصريف ثالث لو انا عايز اعبر عن البليم، اللوم او الريجريتس، الندم. انما must بقى بتستخدمها لما انت بتكون sure، لما انت بتكون متاكد من شيء. must be happy، اكيد مبسوط. it must have been cold، اكيد الجو كان بارد. جميل. هنا بقى بيقول لي ايه؟ You were in China. What food would you eat? انت في الصين، الطعام اللي انت هتاكله واضح ان ودي حاله تانية. اوكي؟ وده برضه على الجرامر التراكمي اللي هي حاله اف يعني. Without بيجي بعدها يا اما noun يا اما verb في اخر ing، مش هتنفع. In case of نفس القصه بيجي بعدها اسم. يا unless يا suppose. اوكي؟ طيب هنا هل ينفع اقول اذا لم تكن في الصين الطعم اللي انت هتاكله؟ طبعا لا. لما بيكون عندي صيغه سؤال في جواب الشرط في الحاله الشرطيه الثانيه بستخدم suppose. suppose اللي معناها افترض. suppose you were in China. what food did you eat? اوكي؟ اللي هي if you were in China. فهنا suppose بتساوي اف، بتيجي في الحاله الثانيه لما يبقى جواب الشرط زي ما انت واخد بالك كده على هيئه سؤال. جميل. although he is a diabetic، يعني رغم ان هو مصاب بمرض السكر والعياذ بالله، he can't help. طبعا المتسرع فيكو هيقول the help بيجي بعدها مصدر eat او to المصدر to eat. هقول لك الكلام ده لما help تيجي بمعنى يساعد، انما ده expression على بعضه معناه لا يستطيع ان يمنع. فالاكسبرشن على بعض اللي هو كانت هيلب اللي معناه لا يستطيع ان يمنع بيجي بعدها فعل في اخر اي ان جي. بالتالي الايد غلط، التو ايد غلط، التو بي ايتن غلط. هتبقى الاجابه طبعا ايتن بالاي ان جي. هي كانت هيلب ايتن شوكليت، لا يستطيع ان يمنع نفسه عن اكل شوكولاته.